السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر ممتك. أتمنى تقول لي رأيك في الزاوية المرة الخامسة، فأتمنى تقول لي رأيك في الزاوية وتقول لي هل الزاوية دي كويسة ولا لأ. أتمنى أعتقد إن أنا شعري ظاهر أهو والدنيا تمام وقدامي الترابيزة ومش مشكلة، الترابيزة أصلاً وحشة فمش ظاهرة فده أحسن يعني. وبعد كده إن شاء الله هنجيب العدسة لـ 1855 وهنظهر الدنيا دي كلها، وبعد كده إن شاء الله لما ربنا يسهل هنجيب العدسة الأوسع ونظهر الدنيا كلها وتبقى الدنيا كلها تمام معانا. تمام. اتمنى برضه تقول لي صوت الصوت والكلام ده، تقول لي برضه الدنيا تمام ولا لا، واتمنى تقول لي رايك في الصوت عموما يعني، وتقول رايك في الفيديو ان شاء الله بعد ما تشوفه، ويا ريت يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان ده بيدعمني جدا. بس كده خلينا على طول نبدا في حلقه النهارده. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن موقع جديد لاختصار رابط، بقى لنا فتره ما بنقولش جمله موقع جديد لاختصار رابط بسبب ان احنا كنا مبطلين فتره ان احنا نشرح موقع اختصار رابط بسبب برضو ان الناس زهقت موقع اختصار رابط عموما. فالنهارده جايين نتكلم عن موقع جديد لاختصار رابط. موقع ده ممتاز جدا، بيقدم ريفرال ممتاز جدا، وبيقدم سي بي ام ممتاز جدا، موقع ممتاز بكل الاحوال. عشان كده هنشرحه يعني، ما قعدناش هنشرح المواقع العاديه اللي هي المواقع المشابهه للمواقع اللي شرحناها قبل كده، لا المره دي هنشرح موقع ممتاز، السي بي ام بتاعه ممتاز، وحاجات طفرات يعني تلاقي ريفرال عالي جدا، تلاقي السي بي ام عالي، الحاجات دي هي بس اللي هنشرحها بعد كده. موقع ممتاز جدا يا شباب، وان شاء الله هيعجبكم. واتمنى برضو لو عجبك تعمل لايك، لان انت مش عارف انت اللايك ده بيساعد قد ايه، انت مش عارف، تعمل لايك. تمام. طيب يا شباب، هو ده الموقع زي ما انت شايف، ده واجهه الموقع اسمه mykingo.com. موقع جديد، كل حاجه فيه تمام، السي بي ام بتاعه كويس جدا، وبرده زي ما قلنا ان الريفرال بتاعه ممتاز، هو حاليا 20% وقابل للزياده ان شاء الله قريب جدا، هتلاقي الريفرال بقى 25 وممكن يوصل ل 30%، وده يعني على وعد من صاحب الموقع. فالموقع ممتاز جدا وان شاء الله هيعجبكم. اول حاجه هتروح عند كلمه ساين اب عشان تسجل في الموقع، ونبص على الببلشر ريتس اللي هو السي بي ام يعني قبل ما نبدا. هتلاقي يونايتد ستيتس هنا 11 دولار، المانيا 10 دولار، نزل السعوديه 9 دولار، مصر 9 دولار، ده ممتاز. ملحوظه، الناس كل الناس بتاعت مواقع اختصار رابط اللي بتعمل مصر 12 دولار و15 دولار والكلام ده، الحاجات دي كلها بتنزل يا جماعه 9 دولار و10 دولار. فان الموقع ده يبدا بالشكل ده معنى كده ان الموقع هيبقى ثابت شويه تمام عن المواقع الثانيه. عارف ان انا قلت ده في موقع قبل كده، ولكن يعني ايه، انا واثق يعني من اللي بقوله حاليا. تمام. فعندك بعض الحاجات ممتازه جدا، هو هنا ضايف البلاد الحلوه، البلاد اللي الناس بتحبها، اللي الناس هتشتغل فيها، زي المغرب، زي الجزائر، زي العراق، زي عمان، زي البحرين، الحاجات دي الناس بتحب تشتغل فيها. يعني مثلا المغرب والجزائر وتونس. فين تونس؟ تقريبا تونس مش موجوده للاسف، تونس مش موجوده. اتمنى يضيف تونس بسي بي ام محترم يعني، اتمنى يضيف تونس، لان تونس من البلاد الكبيره جدا في الانترنت يعني، فاتمنى يضيف تونس. فانت عندك مصر والمغرب والجزائر، ده الثلاثه دول ممتازين جدا، والسي بي ام بتاعهم كويس جدا، 5 دولار 5 دولار و9 دولار لمصر، وده ممتاز جدا. فعامه كده السي بي ام في الموقع ده مميز، مميز جدا. هنخش على كريدت ان اكونت، هنخش على اليوزر نيم، هتكتب هنا اليوزر نيم بتاعك، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، هتعيد الباسورد مره ثانيه، تقول له ايم نوت ريبوت، وتعدي الاختبار ده، وتقول له ريجستر، وهيعمل تسجيل. نضغط على الجمله دي، هنلاقي هنا كاتب لك اليوزر نيم والباسورد، او انت تكتبهم يعني، وتعمل ساين ان. تمام كده بقى عندك موقع، بقى عندك اكونت على الموقع. القايمه دي والواجهه دي شرحناها 100 مره قبل كده، هنشرحها في السريع. الاستاتكس دي بتلاقي فيها الحاجات بتاعتك، زي مثلا التوتال فيوز دي، الحاجات اللي انت جات لك النهارده وهنا، او يعني المشاهدات والارباح والحاجات اللي جات لك النهارده بتلاقيها هنا في القايمه دي كده. الافريج سي بي ام ده مهم جدا طبعا، اللي هو السي بي ام المتوسط بتاعك. تمام. وهنا عندك طبعا الارباح بتاعتك اليوميه. تمام. طبعا انا ما اشتغلتش لسه في موقع، ومشتغلش غالبا في اختصار الرابط. مانج لينكس دي طبعا مهمه جدا، بتلاقي فيها اللينكات بتاعتك اللي انت عملتها، ولو عايز تخفي اي لينك عن الظهور بتروح عند الهيدن لينكس. الويزدرو دي طبعا مهمه جدا، السحب في الموقع ده يا شباب اسبوعي، اسبوعي، ده بسبب ان الموقع لسه جديد، فالموقع حابب انه يبقى اسبوعي في الوقت الحالي بس، بعد كده ان شاء الله يبقى يومي عادي جدا يعني، بس هو اسبوعي حاليا بس. تمام. لحد بس ما الناس تبدا تشترك في الموقع وتشتغل فيه. هنا هنشوف بيسحب من اول قد ايه، من اول 3 دولار يا شباب، من اول 3 دولار. تمام. باي بال 3 دولار، باير 3 دولار، ودوج كوين 3 دولار، وفودافون كاش 3 دولار، وويسترن يونيون 50 دولار، وبايونير 50 دولار، فده ممتاز جدا. انت هنا تختار وسيله دفع، تكتب الرقم بتاعك او تكتب يعني وسيله الدفع بتاعتك، وتعمل سبمايت، وتمام جدا يعني. تمام. هنخش على حته الريفرال، مهمه جدا طبعا. الريفرال في الموقع ده يا شباب 20% حاليا، وده ممتاز جدا جدا جدا، 20% ده رقم مميز جدا. تمام. بعد كده ان شاء الله هيزيد، هيبقى اكتر من كده باذن الله في الفترات اللي جايه، ولكن 20% حاليا ده مميز جدا الحمد لله.
تمام. السيتنج انت طبعا فيها البروفايل اللي انت اللي احنا لسه جايبينها حاليا يعني، والتشنج باسورد عايز تغير الباسورد، وهنا السبورت لو عايز تكلمه، وتشنج ايميل لو عايز تغير الايميل، حاجات بسيطه. نخش على التولز، هنا الكويك لينك لو انت عاوز تنشر اللينك بتاعك، او يعني لو انت عاوز تنشر لينك بسرعه يكون مختصر يعني في السريع، بتشيل اللينك ده بتحط اللينك بتاعك. الماش لينكر ده لو عايز تعمل اكتر من 20 رابط في عندك بارتات العاب او حاجات كتير مثلا انت عاوز تعملها كلها مع بعض، بدل ما تقعد تعملها كل شويه من يوزر لينك دي كل شويه، لا دي في السريع كده 20 رابط. الفول بيج سكريبت دي لو عايز تحول كل رابط المدونه بتاعتك ليه، او كل رابط المدونه بتاعتك ليه اختصار رابط من الموقع ده، برده جميله جدا. بس تفتح عشان النت وحش. تمام زي ما انتم شايفين هي دي بتاخد كده السكريبت ده وبتحدد المواقع اللي انت حابب ان الموقع يختصرها لك، او هنا بتاخدها الحته دي كده وبتحطها عندك في الموقع، ودي برده بيختصر لك كل الرابط مهما كانت يعني. تمام الحاجات دي مالناش دعوه بيها، وبس كده اعتقد يعني دي كل حاجه في الموقع، مفيش اي حاجه عايز تختصر اي رابط تخش على ده مثلا عايز تختصره، قول له نيو شورتن لينك، قول له كده قول له شورتن. تمام بتلاقي الرابط قدامك بالشكل ده كده، بس بسيطه جدا يعني، ويعني رابط مش مزعج خالص، وموقع جميل ولطيف جدا مش مزعج ولا اي حاجه يعني. طبعا هنا لو عايز تختار الشهر اللي انت عاوز تشوف ارباحك فيه يعني، هنا بتلاقي الشهور بتاعتك وتشوف الارباح بتاعتك في كل شهر لو انت حابب يعني الحاجات دي. وملحوظه انت بعد كل شهر ما بيخلص الارباح دي كلها بتتصفر وبتروح عند قائمه الويزدرو، يعني لو حابب تشوف ارباحك اللي فاتت لو انت ما سحبتهاش بتلاقيها هنا في قائمه الويزدرو. تمام الافيلبل بالانس، ولو عايز تسحب تضغط على ويزدرو وبيقعد اسبوع وبعد كده بيتم السحب. تمام او يعني من 5 ايام ل 7 ايام يعني، وده كويس جدا طبعا. بس كده يا شباب، بس كده دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى الموقع ده يكون عجبكم. ومره تانية اتمنى تقول لي رايك في الزاويه ورايك في صدى الصوت والصوت والكلام ده، انا لسه مش سامع الصوت، ولكن اتمنى ان انت تقول لي رايك في الصوت يعني، عشان انا مش عارف لسه الصوت حلو ولا لا. ويا رب يكون المايك شغال عشان جبت حجاره جديده او كل حاجه، بس اتمنى يكون المايك شغال عشان زهقت خالص من الحوار ده. وبس كده، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه، كنت اول مره تشوفني، او لو كنت حابب انك تشوفني مره تانية تشترك في القناه من الدوريه الحمراء اللي قدامك دي اللي عليها اللوجو بتاعي. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.